ينتظر تدخل محمد البهيلي تحمل مسؤولية أمين رئيس جمعية المحبين، وكذلك تحمل مسؤولية داخل المكتب المسير. غادي ياخذ الكلمة لأجل توضيح يعني المشاكل العالقة مع مكتب المسير بصفة خاصة، يعني تقديم الاستقالة ديالو، رغم أن المكتب المسير يعني يتلاعب بمستوى إدارة وتسيير فريق فيما يخص المحاضر، يعني تحليل المحاضر. غيوضح يعني المتتبعين الموضوع. شكرا استاذ الصبيطي، تبارك الله عليكم الله يحفظكم. انا بعدا الاخوان قبيلة كمنابر اعلاميه كل واحد حط واحد السؤال ديالو، والاجابات كاين اللي بقاو ناقصين. منهم الاخ ديال لاراش مديناسي قال على انه علاش لما نشوفوا مثلا طلع شي فرقه اخرى من الفرق المواليه. اخي حنايا بالنسبه لنا كجمعيه المحبين حنا ما كرهناشي يطلعوا لنا يكونوا عندنا ثلاثه ديال الفرق ولا اربعه ديال الفرق الهواس اللي يكونوا عندنا في المدينه. علاش؟ لان حنا تبارك الله راه عندنا لاعبين، راه ماشي ما عندنا والو، راه عندنا اللاعبين الموجودين عندنا، وعندنا اوتور لي سير، وعندنا مدربين، وعندنا الى اخره، وعندنا الخيرات كما قلتوا، الخيرات ديال البلاد كاينه اللي تسير هاد الفرق هادو. هذه من جهه. الجهه الثانيه غنرجع للسي الشرادي. السي الشرادي اللي هو قال على انه هادشي جا معطل، هادشي جا معطل. السي الشرادي انا كنحمل واحد المسؤوليه بعدا من هنايا. مؤخرا كندير معنا واحد الندوه، ولكن ما نشرى ما دار فيها والو، وعطينا تفاصيل اكثر من هاد الساعه هذه. ما عرفتش علاش كيقول جيتو معطلين. انا نعطيكم على سبيل المثال جمعيه المحبين، راه جمعيه المحبين راه هي اللي محركه هذا المشكل كامل، هي اللي محركه هاد اللي كتعرض هاد الفرقه هذه. علاش؟ جمعيه المحبين رسلت واحد العدد المراسلات السيد العامل، رسلت واحد العدد المراسلات السيد الباشا المدينه، رسلت واحد العدد المراسلات السيد رئيس مجلس البلدي والمجلس الاقليمي، رسلت واحد العدد ديال المراسلات للسيد المندوب ديال الشباب والرياضه. ما ومن بعد هاد الناس جلسنا معاهم عاوتاني، جلسنا معاهم يعني ناقشنا معاهم الموضوع، منهم الباشا، منهم المندوب ديال الشباب والرياضه، منهم بعض المنتخبين، منهم السي الشرادي قال على انه احنا جينا معطلين. انا ما عرفتش علاش جينا معطلين، مع العلم واحد العدد ديال البيانات اللي داروا، وهذا الشيء من قبل ملي بدات الفرقه كتبريباري البطوله ديالها، وحنايا تابعين هذا المشكل هذا، وكنشوفوا عراقيل، كنشوفوا مشاكل اللي كيديروها يعني مقصوده، ما نقولش هذا مقصوده. أنتكم على سبيل المثال الفلوس كتدخل، كيجي الدعم ديال الجامعه، كيجي الدعم ديال المجالس المنتخبه، كيجي الدعم ديال الشركاء، كيجي الدعم ديال هذا. ولكن كيف يعقل هذا اللاعب هذا منين بدا البطوله حتى لدابا مشبر 3000 درهم؟ اللي مشبر بزاف مشبر 5000 درهم. كيقول لك انا ملي بديت حتى لدابا مشبر 5000 درهم. اذا هاد البعاد الفلوس كامله كتدخل واللعابه ما كيتخلصوش، والرئيس كيقول كيسال 68 مليون، ومع العلم درنا واحد اللجنه اللي هي غتكون هي ديال الوساطه، وغتكون تبع سميتو الشأن ديال الفرقه، ورفضوها هما. علاش؟ باش تخلي لهم الباب باش يسرقوا بالعربيه، باش يسرقوا كما بغاو. انا كنقولها وكتعامل مسؤوليتي فيها، لا بالنسبه للرئيس ولا بالنسبه للحاشيه ديالو، منهم هذاك الخزين، منهم هذاك الامين المال، منهم النائب الامين المال. مع العلم كاينه زور في الوثائق، جبرنا عرفنا كاينه زور في وثائق اللي هي امين المال كيطلعوا للنائب، النائب كيهبطوا للمستشار. تصوروا انتم مع عباد الله مستشار مديكلارين به في البنكه رئيس النائب الرئيس، هذه فين كاينه؟ هذه فين كاينه؟ هذه فين كاينه؟ هذا راه ماشي غير الزور، هذا راه خساره مصيبه. هذه المال العام، وكتزور فيه الاعضاء ديال الموارد البشريه، باش كتلعب باش تسرق المال العام. هذا الشيء ماشي معقول، وهذا الشيء ما خصو واحد الحد ديالو. كنطلبوا لا من السيد العامل ولا من جميع الاشخاص ديال السلطه ولا من المنتخبين ولا من الجهاز الواسع للرياضه، يدير التدخل الفوري
على هذا على هذه المهزله اللي وقع في هذه البلاد. انا كنشوف العامر راه ما كايناش واقيله يمكن، وكنطلبوا منه يتقد يفتح قوس لهذا المشكل هذا. فيما يخص واحد السؤال، الله يخليك، اسمح واحد السؤال. نعم، حنا بغينا نوقفوا على الدور ديال جمعيات المحبين، يعني انتم المسؤوليه ديالكم كجمعيات المحبين في التاثير ديال الجمهور، وبصفه خاصه ان الجمهور كيغلي لانه كيشوف الفريق ديالو كيطيح، وخصو حتى هو يساهم من كل من المواقع ديالو باش يساهم باش حتى هو يعاون هذه الفرقه هذه باش تخرج من هذه الوضعيه هذه. انتوا بالنسبه لكم كيفاش غتعطوا الجمهور انه يساهم كمكون اساسي في الفرقه؟ حنا الجمهور كنطلبوا، لان ما تنساش السي السبيطار ما كايناش غير جمعيه المحبين، راه كاينه جمعيات اخرين اللي عندهم حق باش يديروا التدخل ديالهم في هذا الميدان هذا، راه كاينه جمعيات اخرين هما يديروا التدخل ديالهم في هذا الميدان هذا، ولكن فاذا به حتى واحد ما قادر يهضر، ما عرفتش واش ما قادرينش، واش ما كيشوفوش هذا الشيء، واش ما فراسهمش، واش هذا الشيء ما تخلهمش في الودنين ديالهم، الله اعلم. بالنسبه لنا حنا الجهد ديالنا كنديروه، والقانون لا 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 يعني القانون اللي يعني كيعطينا الصلاحيه باش ندخلوا في هذا المنكر هذا اللي وقع في الفرقه. المنكر هذا وقع في الفرقه عاين باين. وشكرا السي سبيطي، تبارك الله عليك، معك رئيس جمعيه المحبين شو العلاش.